ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه، وقلنا لوسطه تسكن إذا قلنا ثم على إنه ضارب. وإذا قلت ومن وسطه يبقى تفتح الايه؟ السين على إنها ايه؟ اسم. قال ثم لوسطه فعين حاء. طيب ثم لوسطه فعين حاء، وأيهما مقدم؟ الإمام مكي بن أبي طالب القيس قال العين مقدمة على الحاء. ومن عيوب العين عدم تعيينها، من عيوب نطق العين عدم تعيينها، عفوا من عيوب الهاء قبل أن نرحل عن الهاء، نقول لكم عيوب النطق اللي احنا بنقع فيها حتى تتجنبوها. من عيوب النطق بالهاء علومها، يعني يقول كده مثلا كلنا من الغالب أن ننطقها من أدنى الحاء، بينما الهاء لابد تنزل بها حرف أقصى الحرف هكذا. طيب الأمر الثاني من عيوب العين ايه؟ التعيين، عدم التعيين، يعني ايه عدم التعيين؟ تخيلوا يا اخوانا لو ان انسان عنده طبق مستديم ويريد ان يضع فيه الكرة، يرفع يعني يريد ان يضع فيه شكلة، يرفع يضع فيه مربع او مكعب ولا كرة؟ افضل شيء كرة حتى تسقط فيه، فلا بد للعين من التعيين. تقول هكذا مثل قول الله، وظهر في مثل قوله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. رعبا لا بد ترتعب وانت تنطق هذه الكلمه، فلا بد ان تعين العين. تمام. قال رحمه الله تعالى ثم لوسطه فعين حاء. والعين والحاء يا جماعة، العين والحاء هذان الحرفان كثير من الناس قد يخلطهما بحروف، فيخلط الحاء أحيانا بالهاء ويخلط العين بالهمزة. طب العين لا تختلط بالحاء؟ لا لا تختلط، لا تختلط. ليه؟ لأن سيدنا عمر بن الخطاب منع هذا الاختلاط رحمه الله تعالى. كان بعض العرب يا اخوانا يخلطون العين بالحاء فيقولون عتى عين، ها؟ يقولون عتى ايه؟ عين بدل حتى عين. وهؤلاء الهذليون لغه هذيل. فسيدنا عبد الله بن مسعود كان يقرأ الناس القران بلغه هذيل في فتره، فسيدنا عمر بن الخطاب بعث اليه قال يا ابن مسعود اتق الله ولا تقرئ الناس القران بحرف هذيل، بطل تقول كده، بطل تقرئهم. فأبطل هذا الكلام، فلم تختلط العين بالايه؟ بالحاء بعد هذا، لكن بقيت العين والهمزه تختلطان لقرب المخرج، فتجد كثير من اخواننا من غير عرب اذا اراد ان ينطق مثلا يقول مثلا اعوذ بالله، اعوذ، فيغلط العين يجعلها ايه؟ همزه، ويصعب عليه نطق الهمزه فيبداها بعين، يقول مثلا عفو ويبدا بعين بدل ما يبدا بهمزه. نريد همزه فانطق عين، نريد عين فانطق همزه، ثم يخلط الحاء بالايه؟ الهاء. فتقول مثلا اهدنا، تقول ايه؟ اهدنا. ها؟ اهدنا. اسمك ايه يا سيدي؟ ما اسمك يا ابو محمد؟ ايه محمد مين؟ يعني من الهمل، من الهامله يعني؟ اصابك الهمل؟ ها؟ اسمك ايه؟ محمد. لصعوبة نطق الحاء، لانها حق جاد، حق. نعم. الحاء حرف جاف. قال رحمه الله تعالى ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. وإذا التقت الحاء والهاء، إذا التقت الحاء والهاء وجب بيانهما، مثل قول الله تعالى وسبحه ليلا طويلا. سبحه، سبحه. هذه الحروف يا جماعه حروف تاخذ وقت، تاخذ وقت، فاذا اردت ان تنطقها نطقا سليما لابد لك ان تعطيها زمانا. تزمين الحروف هام جدا. كثير من الناس تخطئ لانه يقصر ياخذ من زمن الحرف، اعطي الحرف حقه، زين الحرف لا تخرجه عن حد نطقه، توازن حروف البر، توازن حروف الذكر من اعظم البر. ويقول السخاوي الحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. لا
لا تنقص الحرف عن ميزانه ولا تزيد عن ميزانه، لا تعسف ولا تفلس. قال رحمه الله: أدناه أي أجمل الحرف غين خائفا. أدناه غين خائفا. طيب خائفا دي الإضافة دي لإيه؟ قالوا لأدنى الملابسة. إضافة لأدنى الملابسة ثم في رانيا. ويقع على الإنسان في مخرج الغين والفاء خلط بين الغين والفاء. فتجد يقرأ يرشاء مثل الفاء تقول يخشى. وتجد يقرأ يخشى يرشى. فلما تغشى فلما تخشى حتى بيقول لك يا أهل استغفر ربنا بقى استغفر استغفر لأن خفر معناه إيه؟ أساء أساء فلا يغفر الله في ذمته يعني تسيئوه يعني بينما غفر أي غفر ففيها معنى معنى التغطية عموما يعني والهلا أبا نسبة الكريملي وكثير من اللغويين يقولون إن اللغة صيغت على هجاء واحد ثم فؤمت يعني أضيفت الحروف المنتصر فصار بينها وشائر قرب فتقول مثلا كلمة لا كما ولا كما ولا كما ولا طم ولا كما تلاقيهم كلهم بمعنى الضرب فيهم نوع من أنواع الضرب لا كما أي ضرب يده بفمه ولا كما بيده ولا طم ضرب نفسه بنفسه ففيها معنى الضرب والانتصاب والحركة فأضاف بس الإيه الحرف اللي المنتصر كان شاهدوا أدناه غين خاؤها والفاء من العيوب التي تقع عند نطق الغين والفاء إيه يختلطان ضيف عليه طيب ثم قال رحمه الله تعالى أدناه والغين والخاء دول يا جماعة حروف فيها ليونة ولا فيها شدة ليونة الغين والخاء حروف إيه رخوة ولا شديدة رخوة ولرقاوتها تجدها تختلط حتى الإنسان الرخو في حياته الذي ليس عنده شخصية واستقلالية تجد يتأثر والماء لأنه رخو يتسرب فيختلط بأي شيء تعجنه بهذا وذاك فتجده يعني ما عندوش أي إشكال تجده لا إشكال عنده إذا عجنته بالطين صار طين وإذا عجنته بدقيق صار عجين وإذا عجنته بمسك جامد صار طيبا فهو الذي يفرقه المجانسة الذي يجانسه الذي يجاوره والذي يفعل هذا به من الشيخ عبد الفتاح ابو بكر رحمه الله عليه كان له كلام في هذا وقال لك الشام عندهم شيء كده يعجن المسك بالماء ما اذكر بالضبط يعني يعجن المسك بالماء ثم يدهن به الجسد ثم يغسل بعد كده لا مش بعد الطيب بالماء ثم تدهن به الجسد ثم بعد كده تغسل الجسد كانه الصابون كده فيصير الجسد ريحه طيبه فيقول نشوف الماء هذا لما جانس المسك صار مسكا ولما جانس الطين التراب صار طينا فالمجانسه المجانسه تجلب المجانسه الله يفتح عليك ومن وقت ومن راق طوال نعم هكذا ادناه غين خاؤها والفاء لما كانت الغين والفاء الغين والفاء حرفان من حروف الرثاره حصل فيهما دخول فتجد الغين والقاف يختلطان تقول مثلا قول الله تبارك وتعالى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا تزغ قلوبا ربنا لا تزغ قلوبا لما تجاورت الغين والقاف بعد ما تقول ربنا لا تزغ قلوبا لا تزق قلوبا فيدخل الغين في القاف ليه يدخل الغين في القاف طبيعته لو ان اللسان جرى عليها ادخلها فيه فلا بد من العنايه بمثل هذا الموضع للتقارب لكن لا نجد مثلا الغين تختلط بالباء الغين والباء يختلطان ابدا تباعد المقر حروف الحلق ايضا ايها الاخوه لا يدخل بعضها في بعض لا تدغم بعضها في بعض اعرفوا كده يعني لماذا قلنا لابد ان تظهر الحاء اذا جاورت هاء لانهما من الحروف الحلقيه طيب يعني ايه قالوا لان الحروف الحلقيه لا يدغم بعضها في بعض ليه لا يدغم بعضها في بعض قالوا الكلاب قليله هم ست حروف موزعين على ظهر طويل كده تدغمهم فماذا يبقى منهم انما حروف اللسان هي حروف فيها ادغام كده وفيها ادغام وفيها كذا وكذا دي كانت ها الانسان لو عنده اولاد كتر
لا يبالي ان الولد ده اشتغل هكذا وهذا عمل ياما، لكن عنده ولدين. يقول لا، هذا يصير طبيب وهذا يصير مهندس. ويؤكد ليه؟ ان اولاده يعني عدد قليل، لكن عنده اولاد كثر، ربما حتى لا يعرف اسمائهم. انت مين يا ابني؟ انا ابنك يا سيدي. من انت؟ فلا اله يعني. قال رحمه الله انه غين خاؤها واشفاؤها. فحصل ان الغين والقاء والقاف اقصى اللسان، فحصل ان الغين والقاء تدخل في الحروف المجاوره، حتى ان بعض العرب يخفون الغين والقاء عند النون. مع ان احنا بنظهرها ولا بنفضحها؟ لكن يخفونها في قراءه ابي جعفر. الامام ابو جعفر من القراء العشر يخفي فيقول من خير وتصحيح سهلة ليست صعبة، لكن تقول من حق مستحيل، تقول من حق ما تصير أبدا. فقال رحمه الله والقاف أقصى اللسان فوقه. يبقى احنا هنعد مخارج الجلد، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، انتهى هذا المخرج. ثم لأقصى الحلق همز هاء فاصل، ثم لوسطه فعين حاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين قائمة. ثم قال والقاف أقصى اللسان فوق، والقاف أقصى اللسان فوق، يعني تخرج القاف من أقصى اللسان فوق. يعني إيه؟ لو أن احنا تخيلنا اللسان شكله هكذا، وهذا أقصى، وفوقه اللهاء اللي يسموها لسان المزمار اللي بتتحرك منه، يبقى القاف هنا ولا هنا؟ هنا. أقصى 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 طيب أكف أكف يعني إيه؟ ده يتعدد بناء على سقف الحنك. إيه الأعلى، هذه أم تلك؟ صح؟ بس خلي بالك هذا متقدم وهذا متأخر، هذا متقدم وهذا متأخر، يعني ده أدخل، لكن هذا متقدم. فتخرج القاف من المنطقة الصلبة أم المنطقة اللينة؟ سقف الحنك اللين أم الصلب؟ الصلب. تخرج من المنطقة الصلبة بينما تخرج الكهف من المنطقة اللينة. فقال أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق. ثم هنا بقى ترتيب، ثم الكاف. تخرج الكاف من إيه؟ من أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا، ومما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف. مخرج الكاف يعني تخرج من موضع ما يسمونه من أقصى اللسان أسفل، اللي هو المنطقة الرخوة اللحمة. يعني اللي يرتب هذا والذي يفعله وضع اللهاف، اللهاف شكلها. قال والوسط حرك بقى الى اللسان، فهنا يبقى من اقصى اللسان فوق واقصى اللسان تحت او اسفل يعني، ثم ننتقل الى وسط اللسان. وسط اللسان يا جماعه يسمونه شجر الفم، شجر الاسكان. دي كلمه شجره، المشاجره والشجره كلها تشير الى معاني الالتصاق والالتحاق. المشاجرة فيها التصرف والتدافع، والشجرة تسمى شجرة تشعبها وتدافع فروعها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجرة بينهم. فشجر اللسان متصف به في أمور كثيرة. فمن هذا الوصف أو اللي هو شجر اللسان ده يخرج حروف ثلاثة، اللي هي حرف الإيه؟ الجيم، حرف الإيه؟ الشين، وحرف الإيه؟ الله يفتح عليك. قبل أن نخرج من القاف، من عيوب النطق بالقاف تقريبها من الكاف، ويقع فيها كثير من قراء القرآن حتى من الكبار. فيقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. حتى سيدنا الشيخ محمد صديق بن شهاب رحمه الله عليه يكاد يقاربها من هذا. وهذا طبعا تحقيقا وتجويدا لا يسأل، لانهم قالوا فهي، الامام المتولي يقول فهي وان تكن بادنى منزله فخيمه قطعا من المستقيم. لازم تكون فخيم، فلا يقال انها رقيقه كجلدها، تلك هي الحقيقه. ما ينفعش نجعل القاف كافا لانها منكسره. طيب قال رحمه الله والوسط فجيم شين ياء. الجيم من حروف الوسط اللسان ومن عيوبها نستنطق بها اما مجرده عن ما اعتاد العرب نطقها به، يعني ان هم يحيوا بها ايه؟ يجعلوها قريبه من الشين. يقول أش أش طبعا لا تعقد
عطش شديد. طيب انا عطش تعبت كتب عطش تعبت تعبت شديدة خلاص عطش شديد يا سيدي. هذا تعطيش الجيم معناه منعها من حواف اللسان. انت لما تعطش شيء يعني يعني تمنعه من الماء، عطش الدواب يعني منعها من الماء. ما تعطيش الجيم معناه منعها من حواف اللسان. انت لما تفعل بها هذا تقول اج انتشرت في الفم. ففين تعطيش الجيم بقى؟ ما تعطيش الجيم حبسها منعها من حرف ثقيل. حتى ان العرب كانوا يحولون الياء الى جيم، وهذا بيقول النطق بالياء الليله دي ان احنا نحولها احيانا الى حرف قريب من الجيم. نقول مثلا الشيطان، فتمس الطرع وسط اللسان في اعلى الفم الشيء. شوف الشيء هذا يسمى حصرمة، لا يسمى حصرمة، ينفعش بسرعه كده حصل ده لا يجوز. هذا يجعل الياء قريبا من الجيم، كان يجعلها قريبا من الجيم. والعرب كان عندهم قلب الياء جيم، قال رويكم وابو علي جيم المطعمان اللحم بالعسل، وهي اصلها قال رويكم وابو علي المطعمان اللحم بالعسل بالعسج. العسج اللي هو التمر المخلوط بالسمن يسمونه العسج او العشي، هي العشج فيكون اصلها العشي، ولكن طلبت هذه الجيم. المهم شاهد الامر ان من عيوب النطق بالجيم نشر هذا الفم، ومن عيوب النطق بالياء حصرمتها، ومن عيوب النطق بالياء ايضا تكرارها. فنقول اعوذ بالله من الشيطان الشيطان، لا قل اعوذ بالله من الشيطان تمسك بها. طيب قال جيم الشين والوسط، فجيم الشين والشين من حرف ايه؟ نشر، حرف ينتشر في الفم، حرف ينتشر في الفم، ولا تحدث مشاكل كثيرة مع الشين لأنها أصل الحرف فيه رقاوة وفيه بيان يعني. قال رحمه الله تعالى: والوسط فجيم الشين ياء والضاد من حافة مين في الوالية. سنقف عند والضاد من حافة مين الوالية ماشي يا جماعة، حتى لا نثقل عليكم في مقرر الضاد في المرة القادمة إن شاء الله. يعني نكمل الكلام على هذا بإذن الله تبارك وتعالى، ونتحدث عن الضاد الضعيفة، ونتحدث عن الضاد السليمة، كيف أن الناس الآن تخلط بين هذين الاثنين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.